مساء الخير، انا اسامه ابو زيد، مخرج فيلم السيد بنفسجي. احب اقول ان انا سعيد جدا بمشاركه فيلمي في المهرجان الحامه، وسعيد جدا 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 بالمهرجان وبالافتتاح. قد ايه هو كان افتتاح يمكن مش مبهر وفي غنى، الا انه كان مبهر جدا بالنسبه لي انا، انه في كم من مشاعر والحب ما بين اعضاء اللجنه المشاركه في تحضير المهرجان، وقد ايه الناس حابه الفن السينما، وده حاجه انا مخلياني سعيد، وحسيت بدفء بالفعل في وجودي وسط اخواتي التوانسه. وتونس هي زي ما سمعت، هي جميله كارض وجميله كشعب كمان. يعني انا بحبكم جدا فعلا، يعني الحقيقه انا مشارك بعمل في المهرجان، مهرجان الحامه، اسم الفيلم سيد بنفسجي. هو فيلم تحريك تقليدي من نوع التراديشنال، رسوم متحركه. الفيلم يعني ببساطه بيتكلم عن حريه الاختيار وحريه الراي، وازاي ان كل واحد فينا ليه حريه الاختيار وحريه الراي، وان التنوع في الافكار وتنوع في الاراء ده بيخلق عالم اجمل واروع. في الحقيقه النهارده انا اتفرجت على الافلام كلها اللي اتعرضت النهارده، الافلام كلها انا مبسوط بيها جدا وفرحان بيها جدا، لان الافلام بتحمل، كل فيلم بيحمل قيمه ومعنى. في افلام بحس فيها بالهوايه، الا اني بحس فيها بمشاعر واحاسيس جميله جدا بتوصلني بسرعه. الاختيار هايل وجميل جدا. شفت الافلام المصريه والافلام التونسيه وافلام من الجزائر، الافلام كلها ما شاء الله، يعني لجنه المشاهده اختارت افلام بالفعل ممكن تسعد المتفرج هنا في الحامه. في تنوع في الافلام، الافلام ما بين تجريبي وافلام قصيره وافلام تحريك. طبعا احنا ما نقدرش نقول عليها رسوم متحركه، لان مش كلها رسوم متحركه، هي افلام تحريك. ان شاء الله يعني انا اتمنى ان انا اشارك بفيلم ان شاء الله فيما بعد، واتمنى اكتر ان انا اكون في الحامه مره اخرى ان شاء الله.